دلوقتي كلنا شفنا مواصفات الستيم ديك واللي اعلن عنه بشكل رسمي في شهر يوليو اللي فات، واللي كانت نوعا ما عالية مقارنة بالسعر الرسمي للجهاز، ولكن كان فيه دايما التساؤل اللي بيتفرض مع كل جهاز موجه للألعاب بينزل، وهو هل هيقدر يدينا اداء مقارب لنفس اداء الكونسولز اللي بنفس السعر. اهم مقارنة ممكن تتعمل للستيم ديك هتكون مع النينتندو سويتش، خاصة بعد اعلان النسخة الاوليد من السويتش واللي سعرها مقارب جدا لسعر النسخة الصغيرة من الستيم ديك. عشان كده هنعمل مقارنة مفصلة ما بين الجهازين. انا شادي جن واهلا بكم في حلقة جديدة على قناة جيمزاوي. بس ياريت قبل الفيديو يبدأ انساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير، ويلا بينا نخش على الفيديو. اولا بالنسبة لحجم الجهازين، فاحنا بنتكلم في حدود 7% فرق في الابعاد بين الستيم ديك والسويتش العادي، واللي ممكن يكون ميزة او عيب اعتمادا على حجم اليد. لكن في الحالتين فالستيم ديك وعلى حسب كلام فالف فهو مصمم بحيث ما تحسش بفرق في الوزن، او برضو ما تحسش بفرق في البعد، وده اللي اكده الناس اللي جربوه في خلال الديمو اللي اتعمل من حوالي اسبوعين. السويتش بيجي بشاشة بلاستيكية بدقة 720 بيكسل، واللي تعتبر نوعا ما رديئة بسبب خامتها الضعيفة ودقتها القليلة، ولكن مع نزول نسخة الاوليد فالشاشة هتتغير لشاشة من نوع اوليد، واللي يعتبر انضف واحسن في عرض المحتوى، ولكن مع زيادة في السعر $50 في مقابل الستيم ديك اللي بيجي بشاشة 800 بيكسل، والنسخة العالية منه بتيجي بشاشة مضادة للتوجهات، واللي برضو تعتبر ذات جودة مخفضة، ولكن على حسب حجم الجهازين فهي مناسبة، وكمان جودة الشاشة انضف من السويتش. طبعا انضف من حيث خامات التصنيع، فهي بتيجي من نوع IPS بسطح زجاجي، واللي بيديها منظر اريح للعين عن السويتش العادي. في كلتا الجهازين فالشاشة ما تعتبرش نقطة خلاف كبيرة وتعتبر مناسبة. نينتندو متبع نظام تحكم يعتبر هجين ما بين الاكس بوكس لاي اوت وتجربة التحكم بحركة مشابهة للوي، وده اللي مخلي فيه افكار تحكم كبيرة جدا بدأ المطورين انهم يبتكروها في العابهم بفضل الحرية الكبيرة في التحكم اللي نينتندو سامحة بيها. وفي نفس الوقت تصميم الستيم ديك جاي بطريقة يحاول يحاكي بيها كل الطرق التحكم الممكنة، فمع وجود الاكس بوكس لاي اوت الطبيعي زي السويتش في برضو 2 تاتش باد على جانبين الشاشة، واللي موجودين عشان يحاكي حركة الماوس في الألعاب الـ RTS، واللي مستحيل يتم اللعب بستايل الكنترولر العادي. على الورق فبكل وضوح الستيم ديك يعتبر متفوق بفرق كبير على السويتش من ناحية كل حاجة تقريبا، ولكن الارقام مش دايما كل حاجة. فعلى الرغم من التفوق الكبير على الورق فنينتندو عمرها ما كانت بتلعب في نقطة الاداء، وانما تركيزها الاكبر على تجربة حصرياتها، وده ما فيش شركة قدرت تنافسها فيه لحد دلوقتي. ولكن برضو على الرغم من كده الا ان نينتندو حاليا مفتقدة جزء كبير من مكتبتها، فالسويتش لسه ما فيهوش فيرتوال كونسول محترم زي الاجيال اللي فاتت، ولسه مفتقد اغلب الالعاب العظيمه من مكتبته. والستيم ديك بكل وضوح قادر انه يعوض النقطه دي باستخدام الايموليتورز، واللي هتديله افضليه كبيره على السويتش. وافتكر دايما ان ما بين السويتش والستيم ديك جهاز واحد بس هو اللي هيشغل ذا ليجند اوف زيلدا اوكارينا اوف تايم. حاليا تجربة الألعاب على السويتش، وعلى الرغم من اللي قلناه فوق من تجربة حصريات نينتندو الممتازة، ولكن على الجانب الآخر فتجربة ألعاب الطرف الثالث تعتبر الأسوأ من حيث كل حاجة تقريبا. جرافيك سيء، أداء غالبا مش بيجيب ال 30 فريم، ده غير طبعا الريزولوشن اللي كانت بتنزل في ألعاب كتير 360 بيكسل، ودي جودة أسوأ من جودة الألعاب اللي كانت موجودة على الإكس بوكس الأول والبلاي ستيشن 2. على الجانب الاخر فالستيم ديك بيوعد بتجربة العاب افضل على اداء احسن، بما انه يمتلك القوة الكافية، وكمان لانه مبني على معمارية احدث بكتير من السويتش. ففالف بتوعد بتجربة العاب ثابتة على دقة اساسية للجهاز، وهي 800 بيكسل بمعدل اطارات 30 FPS في الثانية. وبما ان الستيم ديك ما هو الا بي سي ولكن على هيئة جهاز محمول، فده بيديله صلاحية للوصول لكافة العاب ستيم من نفس حسابك الاساسي. فمعنى كده انك هتكون تلعب على جهازك، ولما تخلص لعب وتكمل على الستيم ديك هتلاقي العابك بنفس التقدم بتاعك زي ما هو، وانت هتكمل مباشرة كأنك كنت بتلعب على جهازك الطبيعي. على الورق فالستيم ديك بيقدم قيمة كبيرة مقابل سعره مقارنة بالسويتش، ولكن لسه كل ده يعتبر كلام على الورق، ولما يتوفر معانا الجهاز بشكل رسمي هنقدر نعمل مراجعة مفصلة ليه بكل حاجته.
وكمان نعمل مقارنة ما بينه وما بين أجهزة تانية منافسة. وبس كده حلقة النهاردة تكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم طبعا ما تنسوش اللايك شير سبسكرايب. وبس كده، كان معاكم شادي جن من جمزاوي، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.